دكتور امتى ابتدي اقلق من الاعراض؟ يعني الاعراض المشابهه ممكن يبقى فيه رشح، ممكن يبقى فيه ارتفاع بعض الشيء لحراره الجسم، تكسير في العظم. امتى الواحد يبتدي يقلق لما العرض يزيد شويه ويبتدي يشعر ان هو لا لازم يبقى فيه بروتوكول علاج؟ طيب ايه هي الاعراض في البدايه؟ الاعراض بتتراحم بين حراره، احساس بالاجهاد، الام في العظام خصوصا في اسفل الظهر والساقين. بدات تبقى كتيره قوي فكره تكسير الجسم، يعني كتير جدا. رشح، كحه، افرازات تنفسيه. المختلف شويه كمان وجود اعراض جهاز هضمي زي القيء، الاسهال، وده بنشوفه كتير قوي في الاطفال وبيتم تشخيصه بالخطا على ان هو نزله معويه، بس هي دي اعراض برضو للمتحور الجديد. امتى اقلق؟ لو الحراره استمرت اكتر من 3 ايام متواصله ما بتنزلش. وبرضو خلينا نعرف كلمه حراره. أيوة. درجه الحراره الطبيعيه من 36.5 ل 37.5. تمام. امتى نقول في حراره؟ لو فوق 6 تحت 6.5 او فوق 7.5. بطبيعه كل جسم، يعني ما يبقاش انا متعوده ان ابني حرارته او انا حرارتي 36.5 ولما ترتفع ل 37.5 اقول احنا لسه within range ولسه نورمال. يعني تعريف ارتفاع درجه الحراره فوق 37.5 دي اول حاجه، يعني استمرار درجه الحراره. لو في اسهال مستمر عشان بنخاف من الجفاف خصوصا في الاطفال وكبار السن. الاعياء الشديد اللي هو ممكن يؤدي لدوخه والسقوط وحدوث الحوادث داخل المنزل، فده طبعا لازم ساعتها نتوجه للطبيب. اي اعراض تستمر اكتر من 4 ايام لازم نتوجه للطبيب. طبيعه الدور ينتهي خلال 4 5 ايام. استمرت الاعراض ايا كانت الاعراض دي، نتوجه للطبيب وهو هيقول لنا بقى ايه نوع العلاج اللي احنا محتاجين نكمله. هو اللي بيحدد بقى بروتوكول العلاج ممكن يكون ازاي. بالظبط كده. اكيد. طيب دكتوره، سرعه الانتشار احنا شايفينها ممكن تكون بين الاطفال في المدارس، عشان احنا يعني موسم مدارس زي ما بنقول، او في الجامعات، او في الاماكن اللي ممكن تكون مزدحمه في اماكن مثلا زي المواصلات. كيفيه التعامل مع حاجه زي كده لو احنا واخدين حذرنا ولابسين الماسك، ايه اللي ممكن نعمله عشان يرفع مناعتنا؟ اولا انا لقيت نفسي تعبانه النهارده ما اروحش الشغل، لقيت ابني تعبان ما نزلوش المدرسه. ليه؟ لان هو هيرجع تعبان تاني على البيت وهيكون عدى بقى الفصل كله. نفس الكلام انا في شغل، على ما يخف ولا انا هعرف اشتغل. بالظبط كده، ولا انا هعرف اشتغل وهعدي زمايلي اللي موجودين في شغلي. يبقى دي اول حاجه، هي ان احنا المريض يقعد في البيت على الاقل اول يومين لثلاث ايام. الحاجه الثانيه ان احنا في الفصول نفتح شبابيك، في اماكن العمل نفتح شبابيك، ما نعتمدش على التهويه الداخليه والاماكن المغلقه. ما نخرجش من جو سخن لسائع ومن سائع لسخن، دي اكتر حاجه ممكن تسبب كمان مش بس العدوى، تسبب تهيج الجهاز التنفسي وتزود حدوث احتماليه حدوث اعراض ما بعد يعني انتهاء العدوى او تحسن العدوى.